بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم طلابي طلاب الصف الثاني عشر لمادة تاريخ الأردن. ها نحن طلبتي نلتقي من جديد للحديث عن موضوع جديد من موضوعات مادة تاريخ الأردن والمعنونة بالقسم الثاني من مديرية الأمن العام أو الأمن الوطني الدفاع المدني، وسيكون لنا بعد ذلك الحديث عن قوات الدرك والدور الذي تقدمه قوات الدرك. نقول عن الدفاع المدني، تأسس جهاز الدفاع المدني عام 1956، وقد حقق هذا الجهاز نقلة نوعية في شتى مجالات عمله، من حيث تأهيل أفراد الجهاز للقيام بواجباتهم وافتتاح مراكز جديدة في مختلف المناطق. أيضاً طلبتي من أهم واجبات الدفاع المدني حماية الأرواح والممتلكات، توعية المواطنين بالسلامة العامة، القيام بعمليات الإطفاء، توفير وسائل الإنذار من الغازات والكوارث وأدواته، تدريب الفرق التطوعية على أعمال الدفاع المدني، والتأكد من توافر شروط السلامة العامة. أيضاً طلبتي ننتقل بعد ذلك للحديث عن قوات الدرك. وعندما نتحدث عن قوات الدرك نتحدث عن جزء من تشكيلية ومشاكلة وأشكال جهاز الأمن العام الذي انضم إليه حديثا. تأسس جهاز الأمن العام، جهاز قوات الدرك، وأيضا انضم الآن عام 2003. أيضا هذا الجهاز يقوم بالعديد من الواجبات، لعل من أهمها حماية الأرواح، العمل على حماية الممتلكات، العمل على توفير سبل الأمن والحماية للمواطنين، المحافظة على الأموال والأعراض والأرواح، أيضاً العمل على حراسة السجون، العمل على حراسة ما يسمى بالدوائر الرسمية والهيئات الدبلوماسية. أيضاً طلابي، من الأمور التي نقولها بأن الملك عبد الله الثاني عمل على استحداث وحدات تابعة لهذا الجهاز، منها وحدة أمن وتشجيع الاستثمار الموجودة في داخل قوات الدرك التي تعمل على حفظ هذه الأجهزة المطلوبة من المؤسسات العامة والمؤسسات الدولية الرسمية. هذا طلابي مجمل الحديث عنها. سيكون لنا لقاء بإذن الله عن الدائرة المخابرات العامة في الأيام القادمة، الأسبوع القادم. دمتم برعاية الله طلابي، على أمل اللقاء بكم بإذن الله عز وجل. شكرا لمتابعتكم.